السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هشرح لكم أول درس للترم الثاني. هو درس ظريف اسمه The Plants and Animals Around Us. هو بيشرح الهابيتاتس. إيه الهابيتاتس؟ يعني هي يونت 6 موجودة عندكم في الستيودنت بوك. عايزة تتكلم عن الـ environment بتاعت اللي حوالينا، وازاي ان في different habitats لـ different animals والـ plants. الـ different habitats دي فيها different animals and plants. يلا خلينا نبتدي الدرس. بسم الله. أول حاجة أنا عايزة أفهم what is the habitat، يعني إيه habitat؟ The definition of the habitat أو تعريف الـ habitat is a place where خلينا نجيب الـ pointer كده. The habitat is a place where things live. يعني إيه؟ هو مكان الـ things أو living things بمعنى أصح. يعني إيه living things؟ زي الـ plant والـ animal والـ plant وانيمال والـ human، دول بيعيشوا فيه. يبقى المكان اللي بيعيش فيه البلانت والانيمال والهيومن ده بنسميه the habitat. تمام. وفي فرق ما بين الهابيتات والانفايرومنت. الانفايرومنت دي اللي هي بره، اوتسايد. اوتسايد الهوم بتاعي، ده بتاعي الهاوس بتاعي او الهوم بتاعي، ده ماي هابيتات. لكن بره في الانفايرومنت بره بقى، لما بلاقي العربيات وبلاقي دوجز وبلاقي بلانتس، كل دي انفايرومنت. لكن البيت بتاعي ده بنسميها habitat، يبقى place where things live. تمام؟ اوكي. A habitat give animals food and shelter. يعني ايه؟ الهابيتات بيدي للانيمال the food. عارفين طبعا كلنا عن ايه food and shelter. يعني ايه shelter؟ مأوى، امان، يستخبى فيه من البرد، يستخبى فيه من الحر، يستخبى فيه من الانيمالز الاعداء التانيين. يبقى the habitat gives animals food and shelter. اوكي. A habitat gives plant a place to grow. الهابيتات بيدي البلانت a place، مكان عشان تنمو، عشان تكبر وتنمو. الشجرة تبقى بدل ما تبقى seed صغيرة، تبقى يطلع لها stem وleaf وflower، وتبقى شجرة كبيرة وتديني بعد كده fruits أو veggies وهكذا. Ponds, rivers and fields are all different habitats. كل حاجة عندنا في الليكس، الريفر زي النايل ريفر بتاعنا، نهر النيل، الشجرة، كل الحاجات دي عبارة عن habitat. There are habitats in towns as well. Parks and gardens are examples of habitats in towns. يعني ايه؟ يعني الجنينة دي والجاردنز والشجر دي عبارة عن هابيتاتس موجودة فين؟ في التاون. عشان احنا ممكن نكون واحنا في التاون نقول ايه ده كده ما فيش عندنا هابيتات للليفينج اورجانيزم. لا، في هابيتات اللي هي عبارة عن الجاردنز والباركس والريفر. لو موجودين، لو في التاون بتاعتنا ريفر زي نهر النيل، الريفر ده هو كمان هابيتات بيعيش فيه السمك او الفيشز بتاعتنا واللي هم البلانتس بتاعت نهر النيل وهكذا. تمام. هنا بقى a habitat is a place where things live. زي ايه؟ زي البولر هابيتات. ايه البولر هابيتات؟ ده مكان ساقع قوي، بتبقى اللي هما في القطب الشمالي والجنوبي، بتبقى اماكن باردة جدا، بيعيش فيها البينجوين والسيل والبولر بير مثلا. تمام. الاوشن هي كمان هابيتات، فيها شارك وفيها الفش والاكتوبوس، وكمان اكيد السي هابيتات. الديزرت دي كمان هابيتات، بيبقى فيها الفوكس اللي هو ديزرت فوكس والكامل والميركات. تمام. طيب هنا بقى هنقول بالتفصيل اكتر، يعني ايه هابيتات جيفز انيمال فود اند شيلتر. اهو مثلا التورتل الجميله دي هي عايشه في الاوشن، بتاكل بقى، بتتغذى على الزرع اللي موجود والبلانتس اللي موجوده في الاوشن. اللارج فيش زي دي وزي السيل ده بياكل السمول فيشز الصغننين، والسمول فيش بتاكل الحاجات الصغيره والبلانتس الصغيره. يبقى
ايه هو الهابيتات بتاع التورتل؟ الهابيتات بتاع التورتل هو الاوشن. الاوشن بيقدم ايه للتورتل؟ بيقدم لها فود اند شيلتر. فود اللي هو الاكل، اي حاجه هتاكلها، او الشيلتر انها تستخبى من البرد وتستخبى من الانيمز، لو في شارك هيجي ياكلها تعرف تستخبى. شيلتر يعني مأوى، يعني مكان تتحمي فيه من الانيمز. بعد عايزين نقول a habitat gives plant a place to grow، يعني الهابيتات بتدي البلانت مكان ان هو يقدر ينمو، يعني بتدي له السويل. دي السويل، دي السويل دي اللي هي اسمها التربة، وليها طبعا different types. في السويل دي بتدي الكاكتس ده المية، وبتدي له المينرالز والنيوترينتس عشان يعمل ايه؟ grow. بتدي له space كمان، مساحة انه ينمو. بتدي له sunlight. اوكي، الفلاور نفس الكلام، different types of plants. اوكي، يبقى عرفنا ان الهابيتات give plants a place to grow، وبتدي له كمان الحاجات اللي هو محتاجها. تمام. Types of habitats، طبعا في different types of habitats. زي ايه؟ اول حاجة the desert habitat. the desert habitat، desert habitat دي اللي هي زي اللي عندنا هنا في مصر، الصحراء، زي مثلا المنطقة بتاعت الهرم. لو رحتوا البيراميدز قبل كده او الهرم هتلاقوها كلها صحراء. الديزرت هابيتات، كل هابيتات بتتميز بكونديشنز معينة، بظروف معينة، درجة حرارة التمبريتشر بتاعتها بتتميز، مثلا الكلايميت بتاعها ليه ظروف معينة، السويل بتاعتها كمان نوعها ليه نوع معين، فبالتالي بيبقى ليها specific plants and animals. يعني ايه؟ يعني كل هابيتات بيبقى ليها، بتبقى عايشة فيها specific plants and animals. هنا بقى في الديزرت هابيتات ايه هي الكاركترستكس او الكاركترز اوف ذا ديزرت هابيتات؟ ايه هي الكونديشنز بتاعه الديزرت هابيتات؟ هنقول ان هي اتس فيري وارم بليس، يعني ايه؟ مكان وارم قوي، وارم دافي، او ممكن كمان سام تايمز بيبقى هوت. ذا اير از فيري هوت، يعني ايه؟ الهواء بيبقى سخن قوي، اند دراي. very little rain، مفيش مطر كتير في الديزرت هابيتات، مفيش حاجة رير قوي انه الدنيا تمطر، فبالتالي الهواء بيبقى very hot and dry، بيبقى جاف، مفيش فيه wetting، مفيش فيه، مش humid، مش مفيهوش اي رطوبة، وكمان بيبقى very hot. the soil is very sandy. what is the soil؟ the soil دي اللي هي تربة الارض، الارض الرملة بتاعت الارض، الماتيريال بتاعت الارض. السويل دي اللي هي الماتيريال بتاعت الارض، او الرمله، او اللي بيسموها التربه، عشان لو انتوا مش فاهمين كمان كلمه تربه، يعني التربه اللي هي الارض نفسها. الارض عباره عن ساندي سويل. يعني ايه ساندي؟ رمليه، كلها رمل اصفر كده، وبيبقى الهواء كله قلنا very hot and dry، والمكان بيبقى very warm. دي هي الديزرت هابيتات، دي الconditions of the desert habitat. طب مدام هي very hot يبقى temperature high or low؟ لو المكان very hot يبقى temperature ايه؟ temperature high. لكن لو temperature low تبقى very cold. تمام؟ تمام. هنا بقى عايزين نعمل examples of the animals and plants in desert habitat. ايه هي examples of the animals and plants in desert habitat؟ اول حاجة الجيراف، كمان الالفنت، طبعا اشهر حاجة في الديزرت هابيتات هو الكامل او الجمل. الجمل ده بيسموه سفينة الصحراء، او the desert sheep. the desert sheep ليه؟ لان هو بيستحمل. طيب ليه بيبقى لكل هابيتات specific animals و specific plants؟ لان كل animal من الانيمالز دول بيعمل حاجة اسمها adaptation. يعني ايه adaptation؟ يعني بيكيف جسمه، ربنا سبحانه وتعالى خلقه جسمه اللي عنده حاجات معينة في جسمه تقدر تستحمل درجة الحرارة العالية، وتقدر تستحمل الـ very hot air، تقدر تستحمل الـ soil الساندي دي، تقدر تستحمل ان مفيش مية كتير في المكان. فمثلا الجمل بتاعنا الجميل ده يقدر يعيش ايام طويلة ويمكن شهور بدون ما يشرب مية. ليه؟ لانه عنده السنام، الجزء الفوق ده في ظهره ده، بيقدر يعمل ايه؟
ريتينينج للووتر والفود، وبعدين يقدر ياكلها تاني او يعني يعيد يستخدمها تاني، ترجع تاني للفم بتاعته للماوس بتاعه وياكله تاني ويتغذى عليه تاني بعدين لما ما يلاقيش اكل. تمام. يبقى قلنا الانيمالز اوف ذا ديزرت هابيتات زي الاليفنت والجيراف والكامل، وكمان في حاجه اسمها اللي هو فاكرين تيمون وبومبا بتوع اللاين كينج، التيمون، تيمون ده نوع من انواع الحيوانات الانيمالز اللي موجوده في الديزرت هابيتات اسمه الميركات، ممكن تتكتب كلها على بعض او ان سبيس كده اسمها ميركات. الميركات ده اللي هو بالعربي اسمه سرقات، انا كنت برضو يهمني ان انتوا تعرفوا اسمه بالانجلش وكمان بالعربي، لان انا عارفه ان انتوا عارفين الحاجات دي بالعربي، فده كمان اسمه سرقات بالعربي واسمه مير كات، ده اللي هو ايه تيمون. تمام. تيمون بتاع لاين كينج ده نوع من انواع الحيوانات اللي فعلا موجوده اسمها المير كات. تمام. ايه هي بقى البلانتس اللي موجوده في الديزرت هابيتات؟ البلانتس اللي موجوده في الديزرت هابيتات زي اشهر واحد برضو زي ما الجمل كده مشهور ان هو في الديزرت هابيتات، كمان الكاكتس. الكاكتس برضو سبحان الله ربنا خلقه يقدر النوع يعمل ادابتيشن، ادابتيشن يعني تكيف، يعني يقدر يعيش في الديزرت هابيتات، يقدر يستحمل يعني يعمل to survive the very hard conditions of the desert habitat، يقدر يستحمل ال conditions الصعبة اللي في ال desert habitat. ايه هي ال conditions الصعبة؟ ان هي very dry very hot air، مفيش food فيها في طول الوقت، الاكل مش متوفر طول الوقت، فبالتالي الكاكتس ده كمان بيعمل ريتين للووتر او يعمل storage للووتر، هو كده جواه بيبقى فيه زي viscous حاجة كده يعني مخاطية كده، دي بتعمل ريتين للوتر، بتحتفظ بأكبر كمية من المية جواها، فبالتالي يقدر يستحمل الديزرت هابيتات. ده أشهر نوع من أنواع الكاكتس أو الصبار، الكاكتس بالعربي يعني الصبار. تمام. ودي different types of cactus، هتلاقوا ليه أشكال كتير جدا، وبيبقى ليه أشكال صغيرة قاعدة في الأرض، أو بتبقى زي مش إيركت كده، مش strong، وفي حاجات إيركت كده زي النوع ده. تمام. دي different shapes of a of cactus. اوكي. وفي تري تانية موجودة في الديزرت في كاليفورنيا، انا مش عارفة هي موجودة هنا في مصر ولا لا، اسمها the elephant tree، دي برضو example تاني من ال plants of the desert habitat. تمام. تمام. ان شاء الله تكونوا فاهمين يا رب. حلو قوي. تاني example خدتوه برضو هي الفورست هابيتات، وخلي بالكو في فرق ما بين الرين فورست والفورست. الفورست بس دي بيبقى كمية الرين فيها الرينينج اللي هو المطر مش كتير، الرين فورست بقى دي تقريبا ما بتوقفش مطر طول السنة، طول السنة الرين فورست almost of the year it's raining، طول السنة في raining. اما الفورست هابيتات بس الرين ممكن نقول عليها ايه يعني suitable، او ممكن تكون كافية يعني enough rain، كمية الرين فيها كويسة انها تعمل لنا زار البلانتس تنمو والانيمالز تو جرو، لكن مش كونتينوس رينينج زي الرين فورست، عشان تقدروا تحددوا ما بين الرين فورست والفورست هابيتات. انا واثقه ان انتوا كبار وفاهمين وهتقدروا تستوعبوا باذن الله الكلام ده، لانه لذيذ وسهل ومفهوم ان شاء الله. طيب ايه هي الكاركترز اوف ذا رين فورست، سوري اوف ذا فورست هابيتات، أو الـ conditions of the forest habitat؟ أول حاجة هي warm temperature، إن هي دافية مش برد ومش إيه ومش حر قوي زي الإيه زي الـ desert habitat. يبقى أول حاجة الـ characters أو الـ conditions بتاعة الـ weather of the forest habitat هي إنها warm. warm يبقى temperature not very high or very low، هي moderate temperature يعني طبيعية. شادي يعني ايه شادي؟ فاكرين الشادو اللي خدناه في اول السنه خالص وقعدنا نتكلم فيه؟ شادو ليه شادي؟ لان اصلا هي عندها enough raining، فبالتالي التريز طويله شويه فبتعمل شادو على الارض، فبالتالي تحت كده وانا ماشيه في الفورست كده هلاقيها شادي. شادي يعني ايه؟ يعني او شادي سوري، شادي يعني فيها زي ضله كده، الضله دي بتسمح للبلانتس والانيمالز انها تو جرو وانها تبقى سوتبل فور ايه فور ليفنج يعني. تمام. زي ما انا قلت enough raining، يعني ايه enough raining؟ يعني not all the year
there is raining or a زي الرين فورست ولا ما فيش خالص raining زي ايه زي desert habitat. تمام. كمان the soil is rich soil. يعني ايه rich soil؟ يعني فيها nutrients وفيها wetting رطبة ويعني فيها كمية الووتر، فيها الووتر كونتنت بتاعها كويس وهي ريتش، فبالتالي البلانتس بتاع بتو جرو والانيمالز بتلاقي بلانتس تاكلها يبقى السويل بتاعتها ريتش سويل، سويل غنية مش زي الساندي سويل اوف ذا ديزرت هابيتات. يبقى دي اول حاجة من الكاركترستكس اوف ذا ديزرت هابيتات. بعد كده عايزين نشوف الانيمالز والبلانتس. The animals and plants of the forest habitat. إيه هي أول حاجة؟ Example هو the black bear, the red fox, and the garter snake. لو تقدروا نفتكر تاني إن كل habitat ليها ال conditions بتاعتها، ليها درجة ال temperature بتاعتها، ليها درجة ال wetness بتاعتها، تبقى dry or wet. كل الـ words دي لازم تبقوا عارفينها عشان بعد كده لما تبقوا عايزين تعملوا description أو describe the desert or rainforest أو forest habitat أو أي habitat تبقوا عارفين إيه هي الـ words اللي تقدروا تستخدموها عشان تعملوا description. أوكي، البلاك بير، البلاك بير ده ماله بقى؟ عنده كده زي ما انتوا شايفين، شفتوا عامل زي كأنه عنده الفير بتاعه كبير قوي اللي على جسمه. الفير ده كمان تحته في السكن بتاعه، الجلد تحت الفير ده في thick layer of fats. thick layer of fats يعني ايه؟ يعني تحته كده في زي دهون كتير قوي تحت الفير ده. ليه؟ عشان يعمل له warming لما تكون ده التمبريتشر ايه؟ التمبريتشر منخفضة شوية، low temperature شوية، ولكن هي أغلب الفورست هابيتات بتبقى وارم أصلا. تمام؟ لكن هو عنده الفور ده. وكمان تاني example الريد فوكس، خلي بالكم إن أنا ممكن أقول إن ممكن كمان يكون في فوكس في الديزرت هابيتات، بس ده اسمه ريد فوكس، أما الفوكس اللي موجود في الديزرت هابيتات اسمه ديزرت فوكس. يبقى ممكن اقول ان الفوكس موجود في الفورست وكمان موجود في الديزرت، بس التايبس بتوعهم مختلفين. ربنا سبحانه وتعالى خالق انواع سبيشيز كتير من الانيمالز، كل انيمال ممكن يكون فيه فوكس موجود في الفورست يقدر يستحمل او يعمل ادابتيشن للكونديشنز اوف ذا فورست هابيتات، وكمان فوكس يقدر يستحمل الكونديشن اوف ذا ديزرت هابيتات. تمام؟ بيبقى بيتغير انه نوع الفار والفير بتاعه مختلف، وكمان كمية او the amount of fats under the fur او under its skin it's differ. تمام؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. يعني كمية الدهون اللي تحت الفرو بتاعه بتبقى مختلفة، لان كل ما زادت نسبة الدهون تحت الفرو بتاعه كل ما هيبقى ادفى، كل ما هيبقى ايه يقدر يدفي نفسه لما تبقى التمبريتشر ايه cold temperature. تمام؟ أو في الكولد ويذر، في اللو تمبريتشر. أوكي، تالت نوع أو تالت إكزامبل أنا اخترته هو الجارتر سنيك. ده برضو نوع من أنواع السنيكس اللي موجودة في الفورست هابيتات. أنتوا كمان ممكن تعملوا سيرش وتطلعوا إيه هي الإكزامبلز والأنواع وأنتوا قاعدين على التابلتس بتاعتكم والفونز بتاعتكم، بدل ما طول الوقت نلعب نطلع إكزامبل أوف ذا فورست إيه أوف ذا أنيمالز إن ذا فورست هابيتات والديزرت هابيتات. أنتوا كمان هتنبسطوا لما تلاقوا نفسكم بتعرفوا انفورميشنز كتيرة. أوكي، تاني حاجة أنا عايزة أعرفها ذا فورست بلانتس. أنا ما رضيتش أكتب لكم أسامي التريز دي عشان ما تبقاش صعبة عليكم، بس ممكن نقول ان في الفورست هنلاقي different types of plants او different types of trees. تمام؟ وفي طبعا different types of plants وفي high trees كده، بس طبعا اكيد مش high قوي قد اللي في الرين فورست. في الرين فورست بتبقى عالية، بيوصل درجة ارتفاع ال tree من على الارض 150 متر long. بيبقى ال stem او ال trunk بتاع ال tree دي تبقى 150 meters long. تمام؟ يبقى لو هنقول what the examples of the plants in the forest habitat هتقولي لي different types of a of trees. تمام؟ احنا كده خلصنا ان شاء الله الدرس. خلاص اتمنى تكونوا فهمتوه. في بعض الكلمات حابه ان انا او الفوكابولري ووردز اللي انا استخدمتها
في الدرس ده بس مش لكل اليونت، هتلاقوا words تانية في أول صفحة في اليونت لكل اليونت. لأ أنا اللي أنا استخدمتها في الدرس ده هي environment, wet, hot, cold, warm, sunny, temperature, animal, plant, habitat, condition, weather, desert, forest. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وتقدروا تحلوا الواجب لوحدكم أو الهومورك لوحدكم بدون مساعدة من حد. شكرا لكم.